احنا في مطار الخرطوم وصلنا قبل شويه ما في اي زول في المطار. قالت لا يعني لاحظ ما في كل البوس ما في ولا شخص فاضي تماما يعني حاجه غريبه تخيل ما في اي مسؤول يعني مساله غريبه جدا جدا ده اخر وحده هنا شايف ما في ممكن تشوف من جوا هنا ما في اي شخص حاجة غريبة هاي حالة غريبة جدا ما ولا مسؤول هسه واحد الشرطة جاء شايف ده اهو خش جوا ولا في زول حتى بيتكلم معانا يعني اغلب الحاجات ما في اي مسؤول شوف الان احنا بشوف كل من هنا شايف بين النهايه ما في اي شخص حاجه غريبة.